خليني بقى ابدا معاك. احنا نتكلم خلاص يعني لو تسمح لي نبدا في الجديد. احنا عندنا موسم جديد، عندنا استعدادات ليه واضحه جدا، وبدايه ممكن ناخد فكره الصفقات الجديده. فناخد من هنا كده اللي جاي ان شاء الله. اكيد اللي فات ده كان مش من افضل المواسم، لكن احنا عندنا موسم جديد جاي ان شاء الله، ما فيش بطوله واحده حتى يعني ايه تروح من ايد الاهلي باذن الله. بس كان ليه ظروف، وبرده هنرجع نتكلم هل في ظروف مستمره معانا من الموسم اللي فات للي جاي، وفي نفس الوقت ايه التغييرات اللي حضرتك شايفها لازم نركز عليها عشان نتكلم بقى باذن الله ما فيش بطوله بره الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه اولا بتقولي هل في ظروف مكمله معانا؟ هي مش من النادي الاهلي، الظروف اللي مكمله من نظام المسابقات. صحيح، نظام مسابقه بمعنى ايه برضه عشان نوضح الضغط اللي كان موجود. يعني النادي الاهلي نهى الموسم بدوره رمضانيه. انا بقول دوره رمضانيه، ايوه مش دوري اللي اتلعب ده، مش دوري اتلعب دي، الدوره الرمضانيه دايما في شهر رمضان، مكثفه دايما وماتشاتها ورا بعض، مكثفه وتنتهي في شهر رمضان. صحيح، فاحنا نهيناها في بالظبط في ال 20 يوم اللي هم الدهره الرمضانيه عشان خلصنا قبل ليله القدر وبعدين بعد يومين من رمضان. فبالظبط مش ممكن كل يومين ماتش، كل شيء غير يوم مسبوق في العالم. لا مفيش، شفناهاش بصراحه. 48 ساعه لا، لكن اربع ممكن 72 ساعه ممكن بتتعمل في بطولات كاس العالم، تلعب سبع ماتشات استثنائي. لا انت بتلعب السبع مباريات بتلعبهم في شهر. سبع مباريات طبعا. كاس العالم بيبقى فيه ثلاث ايام، في اربع ايام، في خمس ايام، لكن عمرها ما توصل ل 48 ساعه. والوضع ده مستمر كمان في اللي جاي. فانا اللي جاي حضرتك حضرتك بتتكلم على ما احنا عاوزين نتكلم ليه؟ الحاجه دي يعني غير انها بتثقل على اللاعبين، ان اللاعبين يبقوا اوفر لود ويبقى تحمل ويبقى فاقدين التركيز وفاقدين الاعداد النفسي والبدني، كل الكلام ده كله. في نفس الوقت ما بنستفدش من المدربين، المدربين ال 18 اللي كانوا في الدوري العام في الموسم الماضي، خصوصا مدرب النادي الاهلي بيتسو موسيماني والمدربين اللي بيلعبوا في افريقيا، بنقول ان هم ما عندهمش وقت يصلح اخطاء فريقه لانه بيلعب كل 48 ساعه. يعني لما بيلعب النهارده تاني يوم مفروض بيعمل استشفاء وان اللعيبه تلعب تاني تبقى جاهزه ويجهزوا مواد وكلام كده، واليوم التاني بعد المباراه يبدا يعد اللعيبه ويصلح اخطائهم. هنا لا، ده لازم يعد اللعيبه للماتش اللي بعديه. صح. فاذا شغل المدرب فين؟ فاحنا كده بنفقد دور المدرب في انه يصلح الاخطاء. مدرب بالملايين وبالالافات لكن ما بنستفدش منه. لا بس هو لا معلش مش هنتحامل عليه قوي كده. انا مش هو بتكلم عن مبدا يعني. كمبدا أنا لان موسيماني بصراحه بيعمل اللي يعني انا بقول لك هو مظلوم اللي يقدر عليه فعلا. ما انت كده بتظلميه. صح، لانك اديله الوقت عشان يصلح الاخ. هو عارف ان في خطا، هو بيتكلم ده في المؤتمرات الصحفيه اصلا يعني. كل الناس تقول العيب ده والعيب، هو عارف وفاهم وكده، بس ما عندوش الوقت انه يصلح. ما عندوش الوقت انه ده يقول لك ده مريض. هو عارف انه مريض بس ما بياخدش دواء. بس هل هيتم تدارك هذا الامر ان شاء الله في الموسم اللي جاي بحيث ما نشهدش الضغط بقى اللي بتقول عليها؟ هل الاستمراريه النادي الاهلي؟ لا، النادي الاهلي بيعتمد على نظام المسابقات والراحات بين المباريات، انك تدي الحق عشان يقدر المدرب يشتغل بالظبط، يلاقي وقت يشتغل فيه، يصلح اخطاء، يحضر فرقته للمباريات القادمه، ثم ان اللعيبه نفسها ترجع تاني تبقى طبيعيه، مش انها اللي بيحصل ده كده. شيء صعب جدا فعلا كابتن فتحي، يعني ما شفناهوش برضو غير مسبوق. يعني احنا بنتكلم كده في فكره الضغط او ضغط المباريات واللي بالتالي بينتج ضغط على اللعيبه. الدوره الرمضانيه ده يعني ده نتمنى ان هو ما يكونش معانا في الموسم ان شاء الله الجديد.